بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نتمم الدرس. القوى، يمكن أن نقوم بتقسيم القوى إلى نوعين، هناك قوى التماس وقوى عن بعد. قوى التماس يمكن أن تكون مموضعة أو تكون موزعة، قوى عن بعد موزعة. لدينا الآن جسم A وجسم B. جسم B يطبق قوة على جسم A. نلاحظ مثلا في هذه الحالة أن التماس يقع في نقطة واحدة، نقول أنه تماس مموضع. في الحالة الثانية عندما يطبق الجسم بقوة، نلاحظ أن التماس في عدة نقاط، نقول أن لدينا قوة تماس موزع. قوة عن بعد، لدي مغناطيس ولدي كرة حديدية. عندما نقرب المغناطيس من الكرة الحديدية، أن هاته الأخيرة تنجذب نحو المغناطيس، لذا لدينا قوة عن بعد. جلد القوى، لدي عدة أجسام: إناء، ماء، طاولة، سطح الأرض. مثلا إذا أردت معرفة القوى المطبقة على الماء، فأقسم هذه القوى إلى قسمين: قوى التماس وقوى عن بعد. المجموعة المدروسة أو الجسم المؤثر عليه هو الماء. قوى التماس، أطرح السؤال: ما هي الأجسام التي تتماس مع الماء وتطبق قوة بالتماس معه؟ فلدي إناء، القوة التي يطبقها الإناء هي قوة التماس، بحيث يطبقها على الماء. قوة عن بعد، وهو تأثير الأرض أو القوة التي تطبقها الأرض على الماء. إذا لدي قوتان تطبق على الماء، لكن بالنسبة للإناء، إذا أخذت الإناء كمجموعة مدروسة، فإن هذا الإناء يتماس مع جسمين، وهما الماء والطاولة. لذلك لدي قوتان، أي قوة التي يطبقها الماء على الإناء، والقوة التي تطبقها الطاولة على الإناء. وهناك أيضا قوة عن بعد، وهي القوة التي تطبقها الأرض على الإناء. باختلاف المجموعة المدروسة نحصل على قوات مختلفة أو قوى مختلفة. إذا أخذنا مثلا الطاولة، كم عدد جرد القوى التي تطبق على الطاولة؟ دونك لدي قوى التماس وقوى عن بعد. قوى التماس، أطرح السؤال: ما هي الأجسام المتماسة مع الطاولة؟ فلدي الإناء، كذلك سطح الأرض، كذلك القوة عن بعد، وهي القوة التي تطبقها الأرض على الطاولة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.